مرحبا، معكم كارون شماس، واليوم بدي احكي عن الاحد 19 ايار مايو. اليوم القمر موجود ببرج القوس الناري. الاجواء صارت حلوه واحلى وارتب للابراج الناريه، مواليد برج الحمل، مواليد برج القوس، ومواليد برج الاسد. فكيف رح بيكون هيدا النهار؟ من الابراج اللي نهار اليوم مناسب لحتى يتقدموا بقوة، يكونوا جريئين، يتحركوا وما يقعدوا مكتفين إيديهم. البداية مع برج الحمل. طبعا القمر لما بيكون موجود ببرج القوس، الأجواء عندك بتكون مرتبة، جيدة، حلوة، متقدمة، ميسرة، بتساعد وبتحمل حظ من الأيام الجيدة والحلوة يلي فعلا من بعد ما مر عليك أربعة، خليني أقول من أول أسبوع مولود برج، من أول أسبوع الماضي، يعني من التنين 13 ايار مايو وهو منه كتير مرتاح. اليوم هو اول نهار فعلا بتقدر تتقدم بقوة وبثقة. المواليد الاكثر حظا بالتأكيد مواليد ادار مارس، واضيف عليهم بشكل خاص 12 ل 14 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الثور. اليوم انت مولود برج الثور بترتاح من ضغوط اللي صارت والتحديات والمنافسات و حتى الظروف الصعبة اللي رافقتك في اليومين اللي مرقوا. كان في تحديات عائلية شخصية، صار في نوع من تفاهم أو قلة تفاهم أو صدام أو يمكن لقاء. الأجواء اليوم أرتب، أحسن، أنعم، بتساعدك وبتخفف عنك الضغوط وبتساعدك لحتى فعلا أنت تسارع إلى تحسين بعض الأمور اللي تخربطت لما الأضواء تسلطت على نقاط الضعف عندك. فحاول أنك اليوم تعوض عن تأخير أو عن غلط ارتكبته أو حدا ارتكبه بحقك. الأكثر حظا فيني أقول هي مواليد 23 25 نيسان أبريل. كمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء اليوم نهار بعتبره فلكيا من أتعب أيام الشهر. بكتابي بحطه من أقل أيام الشهر حظا، مش بس اليوم، في بكرة. بدك تنتبه، بدك بعد عن المشاكل، بدك تقعد عاقل، بدك تتضبضب، بدكم تنتبهوا. الخلاف بيتأزم، الناس بتحاول تدور عليكم لتعمل مشكل، يبدو وكأنك بتجذب الطاقات السلبية. فانتبهوا اليوم مواليد برج القوس، بدكم تكبروا عقلكم لحتى تتجنبوا الوقوع ضحية المشاكل والخلافات. إذا مواليد برج القوس اليوم نهار منه سهل، من الأيام يلي معقولة، مواليد برج الجوزاء عفوا، من الأيام يلي معقولة تتعبوا، ومن الأيام يلي معقولة تلاقوا حالكم بورطة، والسبب هو وجود القمر ببرج القوس. إذا انتبهوا مواليد برج الجوزاء. وبتبقى المواليد مثل ما قلت الأكثر تعبا اليوم فيها تكون مواليد شهر أيار مايو. كمل مع برج السرطان. مولود برج السرطان لأنه القمر موجود صار بالبيت السادس، بيت العمل والشغل والحياة الروتينية، بعتبر أنه هيدا نهار نوعا ما بيطلب منك أنك تكون منتبه لوقتك، نوعية وقتك، نوعية شغلك، نوعية أدائك، شو عندك معلومات، شو عندك معطيات، شو عندك أولويات، شو الشغل اللي لازم تقدمه، ودائما لازم تكون شخص مثابر ومنتبه لهيدي التفاصيل. هذا النهار في يكون نهار منهك ونهار متعب، وبالتالي بدك تاخذ نفس عميق وبدك تتعامل مع الامور بكثير ببال طويل، بدك تاخذ الامور مثل ما هي. هذا الموجود تعامل معه بكل لطافه وبكل هدوء. في مشكل معلش فوت بالامور من ناحيه جيد، انه يلا هلا الامور بتتسهل وبتتيسر، هيك شيء بدك تاخده. ولازم تعرف انه في ناس عم تتعاطف معك، مش كل الناس ضدك. هلا المشكل وين؟ المشكل عند بعض مواليد برج السرطان، لانه كوكب المريخ عندهم، وهيدي المواليد هي 23 و24 حزيران يونيو، كونوا حذرين. كمل مع برج الاسد. بالنسبه لبرج الاسد بعتبر هيدا نهار هو بمثابه تكريم لك. تكريم ايه؟ هيدا نهار بيحمل اخبار ساره لمواليد برج الاسد، بيحمل لهم تكريم، بيحمل لهم نجاح، بيحمل لهم توفيق، وبيحمل لهم انجازات. من الايام يلي بعتبرها رائعة جدا ومهمة جدا، ويلي بتخلي مولود برج الأسد يقرب إلى خط النهاية ويوصل إلى أعلى الدرجات إذا أنتم جاهزين، مش بس اليوم، بعد في بكرة. نهار مناسب للحلول حتى الخطوات، المبادرات تجاه حتى أخصامكم.
بعض مواليد برج الأسد يمكن بيتزوجوا، بيرتبطوا، بيحتفلوا بنجاح، بتفوق وبتكريم مثل ما قلنا. كلكم محظوظين. مواليد تموز بشكل خاص، وأيضا 15 و16 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء، هيدا نهار مناسب لحتى أول شيء بده ينتبه شوي مولود برج العذراء من بعض الحنين، من بعض النوستالجيا، من بعض الـ 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 الأفكار وبعض المشاعر وبعض الذكريات. لكن كأنه رجع بيته، وكأنه موجود بأحضان مختلفة، وكأنه رجع لضيعته أو شيء من هالنوع. لكن لازم تعرف انه الجو العام ايجابي، فهالعودة او هالحنين او اللي مرقت فيه يمكن يكون تجربة جيدة حلوة ليصير في هيلينج لحتى تضمد جروحك. بعض مواليد برج العذراء يمكن يكون عندهم لقاء مع شخص، مع صديق، مع ناس دايم أقارب لهم، عودة لجذورهم، رجعة لبلادهم من بلاد الغربة. يمكن يكون في زواج، ارتباط واحتفال، ويمكن يكون في احتفال بأحد أفراد العائلة. الأكثر حظا بالرغم من هالتقلبات هيدي 27-28 آب أغسطس، 13-17 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. اليوم مولود برج الميزان، قوتك اليوم هي بسرعة أفكارك، بسرعة تصرفك. الريفلكس اللي عندك اليوم مهم جدا، بيسمح لمولود برج الميزان يكون مقاول، يكون مناقش، يكون مساوم، يكون مدافع عن مسألة معينة. ما حدا قدك اليوم مولود برج الميزان، فما تقعد مكتف إيديك عم تتفرج على الناس عم تاكل لك حقك. اليوم أنت شخص ذكي وقادر، وعندك مخيلة كبيرة، وعندك أفكار حلوة، وعندك مش بس بالآرت وبالفن، بشغلك شو ما كان شغلك، شو كنتوا عم تعمل، شو بتعملوا انتو اليوم ناجحين ومهمين جدا. كلمة صغيرة، فكرة بتخطر على بالكم، هي بتكون الحل. الأوفر حظا بعد 15 16 و17 أكتوبر. كمل مع برج العقرب. بالنسبة لكم مواليد برج العقرب، عم تتقدموا، ماشي الحال، القمر صار موجود بالبيت الثاني يلي هو بيت المال وبيت النجاح. يمكن في عندكم نوع من عتب على بعض الأشخاص يلي ما ساعدوكم، ما وقفوا لجانبكم، لكن بقولكم إنه هيدا نهار ما ضروري تعاتبوا حدا، اهتموا بحالكم، اهتموا بأموركم الخاصة، لأنه في احتمال إنه تستردوا أموالكم وتستردوا أيضا كبريائكم، وفي احتمال إنكم فعلا يكون في مناقشة لمشروع مالي ويكون في نجاح. طبعا بعض مواليد برج العقرب يكون عندهم مصروف اضافي، فانتبهوا لهذه النقطه يلي لازم يكون عفوا مفتح عينيه كثير كثير منيح من المشاكل ويبعد عنها. هي مواليد 27 و28 اكتوبر، لانه كوكب اورانيوس بعده عم بيعاكسكم، فكونوا حذرين. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس، واخيرا القمر وصل لبرجكم، واخيرا مواليد برج القوس تستعيدوا الثقه في نفسكم وقوتكم، وهالمبادرات الحلوه القويه اللي عندكم اياها، هالاندفاع الحلو اللي ما حدا بيقدر يوقف بوجهه. اليوم مواليد برج القوس انتم اشخاص قادرين تفكروا بخطه، بمشروع، ويب سايت جديد، ابلكيشن جديده، بلوج جديد، يمكن خطة مشروع عمل، ويمكن تكون شيء بالدراسة، أسلوب جديد بتخترعوه، وقرارات لروتينكم اليومي بتغيروه، نظامكم الغذائي. مواليد برج القوس أمامكم قرارات كتير حلوة بين اليوم وبكرة، أنتوا قادرين فعلا، قادرين أنكم تمشوا فيها، تتقدموا فيها وتنجحوا فيها. بعتبر انه هيدا نهار هو بمثابة ضوء اخضر لكم، ما تقعدوا مكتفين ايديكم، في شيء جديد بتقدروا تبدأوه، والشيء القديم المعجبكم بتخلصوا منه. الاكثر حظا كلكم محظوظين بشكل خاص الواقعين تحت تأثيرات جوبيتر 14 و15 كانون الاول ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي اليوم نهار نوعيته الأحوال الفلكية لألك اليوم هي الهدوء والتروي. نقعد بالمكتب، نشتغل على مهلنا، نشرب فنجان قهوة، فنجان ينسون، زهورات، نتضبضب، ما بنعمل مشاكل مع الجيران، ما بنعمل مشاكل مع الأولاد، مع حدا. في شعور بالتعب شوي، لكن هيدا التعب اللي
اللي عم يركض عم يركض عم يركض رح يوصل لرأس للقمة، وبيقعد بيرتاح نتفة ليرجع يوصل للقمة بعد يومين. فموالي برج القوس اليوم ما تنسى، موالي برج الجدي ما تنزعوها، لأنه وجود القمر ببرج القوس بخليكم تحسوا إنه في خيبة أمل. في خيبة أمل إذا اليوم قررتوا تاخدوا مبادرة أو تحسموا مسائل، إيه بيكون في خيبة أمل. نوعية الوقت مش لهالشي، نوعية الوقت فقط للاستراحة، للاستراحة، للعمل الروتيني السهل فقط لغير، ما تكونوا رأس حلبة لأنه معقولة تخسروا. تبقى المواليد اللي بعتبرها هلا كلكم تعبانين، لكن الأكثر حظا نسبيا 26-27 ديسمبر. كمل مع برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو اليوم نهار بتعوض فيه عن اللي صار في اليومين السابقين. مواليد برج الدلو اليوم نهار تفرحوا شوي لأنه في حدا بيكذب لكم شكوككم، يعني أنتم كنتوا مفكرين أنه كل العالم ضدكم، اليوم مواليد برج الدلو بتلاقوا مين رح يوقف لجانبكم، بتلاقي أنه في ناس حدكم، بتلاقي أنه في ناس معكم. الأجواء اليوم عند مواليد برج الدلو جيدة حلوة، بتكافئكم، بتعوض، بتعطيكم معنويات، تستعيدوا ثقتكم، ويمكن تلوموا نفسكم، تأنبوا حالكم كيف فكرتوا غلط بفلان أو بفليتين. نهار مناسب لتحطوا إيدكم بإيد الآخرين. 20-24 كانون الثاني يناير الأوفر حظا. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت اليوم مولود برج الحوت شطارتك قوتك بأفكارك. مولود برج الحوت انت اليوم يمكن تلاقي حالك بوهله معينه امام مسؤوليه وضغوط، واليوم مولود برج الحوت قادر بكلمه، بايميل، بمست كول، بمكالمه صغيره، بفويس نوت، قادر اليوم مولود برج الحوت انه يحل اكبر مشكل. اليوم نهار بتلاقي حالك فيه تحت الاضواء بشغل، بعمل، بمسألة عائلية طارئة مثلا أو اجتماعية، لكن انت أدى وقدود، ما تخافوا من شيء. هذا نهار كتير مهم بيوصلكم إلى تكريم إذا أنتوا فعلا موجودين ببرهة مهمة جدا. 12-13 أدار مارس الأكثر حظا. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة بتقدم لكم مجالات واحتمالات لحتى توصلوا إلى استقرار على صعيد إداري، على صعيد استشفائي، على صعيد طبي، على صعيد يمكن قانوني. هيدي سنة بتقدروا تحلوا فيها الكثير من الأمور يلي معقولة تغرقوا فيها، كانت مالية، كانت إرثية، إن كانت مشاكل طلاق أو من هالأمور هاي. هيدي السنة بتساعدكم لحتى أول شيء تطلعوا هالأمور، تشتغلوا هالأمور، ولكن أيضا تطلعوا فيها لحتى تلاقوا لها حل. أيار مايو، تموز، يوليو، أيلول، سبتمبر، كانون الثاني يناير هني أفضل الأشهر. بنتمنى لكم نهار كتير حلو. ما تنسوا تتابعوني كل يوم يوميا الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت. الرجاء الاشتراك بالقناة وحتى كبس الجرس لتوصلكم النوتيفيكيشنز أول ما يطلع الفيديو. الأبراج الأسبوعية أيضا بانتظاركم. ودعكم، باي باي.